أهلا وسهلا بالكل والجميع. اليوم راح أخذكم معايا مشوار وراح نتعرف مع بعض على تطبيق ركاب، تطبيق جدا مميز وعندهم عروض حلوة راح أكلمكم عنها دحين. تعالوا مع بعض نروح مشوارنا ومع تطبيق ركاب. تطبيق ركاب خدمة نقل تشاركي، سياراتهم ما شاء الله كبيرة، شوفوا كيف مرتبة. طلبتوا عن طريق الموقع، أكيد راح أعلمكم الطريقة آخر حاجة. تعالوا مع بعض نشوف قد إيش السيارة تفتح النفس، كبيرة 9 إلى 7 أشخاص ما شاء الله تبارك الله. يلا تعالوا، أنا إن شاء الله ناوية أروح الحرم، تعالوا أخذكم معايا المشوار. شوفوا شوفوا السيارة كيف تفتح النفس، تبارك الرحمن، نظيفة. ركاب خدمة نقل تشاركي، تشارك أكثر من راكب في السيارة في الدفع على المقعد. يعني مثلا أنا دفعت 10 ريال عشان أطلب السيارة وحطيت إنه معايا شخص اللي هو ولدي عبد الرحمن، فدفعت 3 ريال فقط. هذا العرض ترى متوفر الآن في مكة، إنه تدفعي للشخص الثاني 3 ريال. أساسا ركاب هي خدمة نقل تشاركي، يعني زي خدمة الطيران، يحاسبك على المقعد ويقدر يتشارك معك أي شخص متجه لنفس المشوار. الأسعار في متناول الجميع، السيارات حديثة نظيفة ومتوفرين في مكة جدة الرياض والشرقية. مرة فكرتهم حلوة، رايحين انتي وصحباتك، خرجة صحبات انتي واهلك، زي انا وولدي دحين رايحين الحرم، انتي واهلك رايحين الحرم. ترى مرة حلو، السيارة كبيرة وتوسع، قلت لكم 7 مقاعد، وكمان يوصلك المشوار ويحاسبك على بالمقعد. رائع جدا. شو تطلبي من التطبيق؟ ممكن يجيكي سائقين او سائقات، يعني حسب المتوفر وقت الطلب، كلهم مدربين، سواء سائقين أو سائقات مدربين بشكل رائع. طبعا ما أحكي لكم قد إيش السيارة شرحة، المقاعد وسيعة. شوفوا ورا هنا 3 أشخاص، وأنا هنا جالسة جنبي شخصين، وهذا ولدي السابع. بس عشان السيارة مرة شرحة ترى يكفي أكثر من 7 أشخاص. مرة حلو، المرة الجاية حطلبهم وحروح مع أولادي للحرم إن شاء الله. مرة رائع السعر، ترى حكاية انه انت 10 ريال ولا معاكي 3 ريال، هذا العرض الان في مكة. جدة لهم عروض، الرياض لهم عروض، فانا ححط لكم العروض كلها. عشان تعرفي العروض حقت ركاب حملي التطبيق، انا مرفقة الرابط حق التطبيق، حملي تطبيق ركاب وتجيكي العروض حقت الرياض، جدة، شرقية، عندهم عروض حلوة. عروض النقل من جدة إلى مكة، يعني أنت لو عندك مشوار لجدة وتبغى تروحي، ترى المشوار ب 180 ريال بس، حتى لو كنتوا عيلة. شوفوا بسيارة 9-8 ركاب، تمام؟ ب 180 ريال من جدة لمكة أو العكس، من مكة لجدة. تقريبا اقدر اقول لكم اني جيت الحرم باحلى سياره، ما شاء الله ما شاء الله، الجو يفتح النفس، يا الله احساس رائع. اسال الله لي ولكم من خير الدنيا والاخره. وصل ركاب، سيارة ركاب طلبتها وجات، خرجنا من الحرم ودحين ماشيين. يا جماعة الخير أبغى أوضح لكم حاجة،
عروض النقل من جدة إلى مكة أو العكس ب 180 ريال بسيارة تسع 8 ركاب. طب إيش يعني أو العكس ب 180؟ يعني إذا أنت رايحة يوصلك ب 180 وفي الرجعة كمان لو طلبت ركاب حيكون الرجعة ب 180. هو مشوار جدة ب 180 ريال، يعني مو الروحة والرجعة ب 180، لا الروحة ب 180 وإذا تبي ترجعي كمان حيكون 180. طريقة الدفع شبكة أبل باي بالتطبيق أو حتى كاش، كل طرق الدفع متاحة ومتوفرة مع تطبيق ركاب. أنا ححاسب بالبطاقة وبس. يا سلام.